السلام عليكم. لنتفق على شيء، علاقتنا مع أجسادنا كثيرا ما تكون مبنية على الكثير من التقصير والإهمال، والعناية تكون غالبا بما هو ظاهر. الرياضة مثلا تتخذ على أنها هواية أو نشاط متعلق بالرياضيين، في حين أن الجسد مبني بشكل يتفاعل بشكل سلبي مع الخمول والكسل. قرأت في واحدة من المرات: أركن سيارتك الجديدة لعام وستجدها كما تركتها، مليئة بالغبار في الغالب، لكن لا تتوقع أن تقل كفاءتها أو تتغير بشكل ما. قم بالشيء نفسه مع جسدك، عش خمولا وكسولا لعام واحد وسترى أنك ستعاني من نتائج مختلفة بناء على العادات التي ترافق هذا الكسل. لكن هنالك عضو بقدر ما هو مهم بقدر ما يلقى القليل من العناية، أو في الكثير من المرات هو فقط موجود ليضبط مختلف وظائف جسدك. في هذه الحلقة من شانية نتحدث عن الدماغ، العضو الذي أهملت في رحلتي نحو التغيير، والأغلب أنك فعلت الأمر ذاته. معك خالد، وأنت تستمع للحلقة الثانية من بودكاست شانية. هناك قاعدة بسيطة: أعضاء جسدك مرتبطة، جسدك معقد بشكل كبير، لكن كل عضو فيه مرتبط بشكل أو بآخر. التعب الجسدي بعد سنوات من النوم المتقلب لا يؤثر على جسدك فقط، وجه شاحب وهالات سوداء أسفل العينين، هذا لا شيء مقارنة بما يقوم به هذا الفعل السيء بقلبك ودماغك أيضا. الأعراض لن تظهر بهذه السرعة، لكنها ستتكدس للأسف لتصبح مشاكل صحية في الكثير من الحالات بدون أمل في العلاج. حاول أن تقرأ للطبيب البريطاني أوليفر ساكس، وستعلم أن الحالات المرضية المرتبطة بالدماغ أكثر تعقيدا مما تتوقع، والتقدم الطبي في هذا المجال ما زال فتيا جدا، لدرجة تجعل فهم حالات مرضية كثيرة كألزهايمر أمرا معقدا، فما بالك بعلاجه. وحتى إن كانت هذه الأمراض تبدو بعيدة عنك، إلا أنها شائعة. ألزهايمر ليس سوى جزء بسيط من الحالات المتعلقة بالخرف. 44 مليون شخص يعانون من أمراض متعلقة بالخرف، والرقم رغم كل هذا التطور يتزايد. إن هذا فعل شائع للأسف لدى الكل تقريبا، نسبة قليلة فقط تعتني بصحتها بشكل صحيح. الأغلب يهتمون بجانبين: ما يؤثر على المظهر، الجمال من كنا نريد استخدام هذا المصطلح، أو إبعاد الألم، ما لا يؤلم لا يحتاج لأن يعالج، في حين أن الحديث عن الصحة ليست هواية نخبة. لا تعتقد أنك تعتني بجسدك بنفس الشكل الذي تلعب به رياضة الجولف. توجب فعليا على الكل بدون استثناء أن يعيد النظر في الطريقة التي يعيشون بها. ارفع يدك اليمنى واقبض بها على يدك اليسرى أو على شيء ما. القوة التي تملك الآن ستقل، لذا لا تحكم أبدا على مستقبلك بالحاضر. عندما كنت أحضر لهذه الحلقة كان الموضوع مختلفا، لكن أظن أنه في رحلة التغيير لابد أن يأخذ الدماغ مساحة كبيرة. تحقيق الأهداف المالية أو ممارسة الرياضة أو التعلق بالقراءة أمور لها نفع عظيم، ويمكن أن توصف على أنها نجاحات قد يكون لها أثر كبير في الحياة، ما يجعل الاهتمام الذي يحصل عليه الدماغ في الغالب صغيرا جدا. لست هنا للحديث عن الجوانب السلبية من إهمال العناية بدماغك فقط، لأنه أنا أيضا مهمل، وللأسف السبب الواقف خلف ذلك أننا لا نستطيع التأثير على أنفسنا بمجرد الحديث عن المستقبل، بل لأن هذا الأمر مفرغ من الأحاسيس. عندما تتأذى فإنك تقوم بكل ما تقوم به لرفع الألم، لكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية أو التصرف للحصول على حياة أفضل، فالرد يكون دائما بالإهمال. الحالات المرضية المتعلقة بالعادات كالتدخين والأكل السيء والخمول تقدر بالملايين، لذا هذه أمور شائعة معروفة في الغالب لدى الكثيرين، وبدرجة أكبر للمطلعين على مجالات تهمهم كالصحة، لكن مع ذلك يكون الفعل متأخرا جدا. التطور في المجال الطبي عندما يتعلق الأمر بالدماغ ما زال فتيا،
ذلك راجع لصعوبة دراسة عضو بهذا التعقيد، خاصة أنه متصل بكل شيء، والأعراض في نفس الحالات المرضية تحمل الكثير من التشابه والاختلافات والأعراض المشتركة، لكن الأكيد أننا نؤثر على أدمغتنا بعاداتنا وبالطريقة التي نحيا بها. إن التغيرات التي تحصل في دماغك وتؤثر على جسدك بفعل الطريقة التي اخترت أن تعيش بها يمكن أن نصفها بالمرعبة. عملك، دراستك، نشاطاتك الفنية والإبداعية، اللغات التي تتحدث، الأشياء التي تشاهد، النشاطات التي تقوم بها والتي تتطلب مهارات خاصة كالسرعة أو التنسيق بين الأصابع، كلها تؤثر بشكل مذهل في دماغك، في عدد الخلايا النشطة، في ذاكرتك القصيرة والطويلة المدى، في حجمه أيضا. أي باختصار، دماغك يتفاعل مع ما تقوم به. أنت لم تخلق وتكبر بنفس الدماغ. قد يكون هذا العضو المخفي أكثر حركة مما تتوقع، إنه يبقى نشطا حتى في أقصى حالاتك الجسدية جمودا، لذا من الضروري الاعتناء به وتعزيز هذه التغيرات، لأنها لا تؤثر على صحتك فقط وإنما على كل شيء آخر. هذه مقولة للدكتورة لارا بويد تختصر الأمر: كل شيء تواجهه وكل شيء تختبره يغير دماغك، وهذا يمكن أن يكون للأفضل ولكن يمكن أن يكون للأسوأ. للاستماع إلى حديثها الكامل تجد الرابط في المقال المرافق لهذه الحلقة على الموقع. عموما، ما أريد أن أصل إليه في هذه الحلقة ليس أن أعطيك دليلا معينا لتتبعه، لكن أريد أن تضع في الحسبان في خطة حياتك دماغك أيضا. النشاطات السلبية التي تقوم بها لا تؤثر على جسدك فقط، حتى وإن كانت أعراضها متحكما بها، والأمور الإيجابية لا تساعدك على عيش حياة أفضل وحسب، وإنما الحفاظ على صحة دماغ يعمل بشكل صحيح قادر على مساعدتك على التعلم، الإبداع، الابتكار، والحصول على ما يقودك نحو الأفضل، ومساعدتك على الابتعاد ما أمكن عن الأسوأ، أو في حالات كثيرة تقليص الضرر. الدكتور دانيال أمين يقول أن ما تقوم به يسرع عملية شيخوخة دماغك أو يبطئها، لأنه نعم، دماغك مهما حدث سيفقد الكثير من قدراته مع التقدم في العمر بفقدان الكثير من خلاياه. في الموقع تجد حديثه الكامل، حيث يتحدث بشكل أكثر عن الدماغ وما يضره. أظن أنني تحدثت كفاية. على الموقع ستجد كالعادة أكثر من مقال مرافق عن هذا الموضوع، ومقالات أخرى ستساعدك على المضي بسفينتك نحو الأفضل. وكشخص مهمل في الكثير من الأمور، أنا خجل من النظر لقائمة أهدافي المستقبلية ولخطة حياتي، لأنها لم تضع صحة هذا العضو الصغير في الحسبان. ورغم أن الكثير من الأمور التي نقوم بها تساعد على الحفاظ عليه، لكن النظر إليه من زاوية مختلفة وإضافته لأهدافنا سيكون له أثر عظيم ليدفعنا للتغيير والإبحار نحو الأفضل. كلنا نسارع للتخلص من الألم عندما نلقاه، لكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية والتصرف قبل الكارثة، فالتأجيل والتكاسل والإهمال هي أول ما نقوم به. إننا عاجزون على تغيير أنفسنا لطالما نحن عاجزون عن تغيير الوجهة التي نحن ماضون إليها. إننا نتفاجأ ونصاب بذهول ما إذا وصلنا للجرف، وأصبحنا على مقربة من أن نحول حياتنا لحياة من الألم والأسى، أو أسوأ من ذلك، بعد أن نسقط، رغم أنه قيل لنا أن الطريق الذي اخترنا هو طريق معاناة. لكن ما الجدوى؟ إننا اعتدنا على الروتين واعتقدنا أن حياتنا قد كتبت بشكل أو بآخر. صرف الندم واستغله في جعل حياتك أفضل. اجعل الماضي مهما كان سيئا المركب الذي تأخذه لمستقبل أفضل. بالعمل الآن قبل الغد، وتذكر أنه في أي عمر كنت، في أي ظرف كنت، لديك دائما اختياران: أن تبحر نحو الأفضل أو ترضى بالوضع الراهن. أنا وأنتم في رحلة إبحار نحو الأفضل. أشكركم على استماعكم. رحلة شانية ما زالت متواصلة، وباستطاعتكم منذ الآن مساعدتي على تحسين جودة المحتوى الذي أقدم عن طريقها، من خلال اقتراحكم لمواضيع تهمكم أو بمساعدتي على كتابة المحتوى. المزيد من التفاصيل تجدونها على الموقع الرسمي الشانية.com، أو تابعوني على تويتر @الشانية. ابقوا قريبين، المزيد من المواضيع المثيرة في الطريق. شكرا على حسن الاستماع. خالد يحييكم من هنا في أي مكان كنتم على هذا الكوكب. أدعكم في أمان الله.